ودلوقتي يا جماعه عدنا مع ملخص الاحداث اللي حصلت امبارح في الحلقات الخمسه لمسلسلات رمضان، واللي حصل فيها احداث كتير وتفاصيل مهمه هنعرفها في التقرير اللي جاي. احداث جديده شهدتها الحلقات الخمسه من مسلسلات رمضان. نبدا كالعاده باحداث الحلقه الخامسه من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، واللي جت تحت اسم الاعلان الدستوري. مهم الدستور يخلص ويطلع للنور الليلادي. مشهد من مشاهد الحلقة بينتقل ليوم 21 نوفمبر 2012، ومقابلة ما بين زكريا ومصطفى مروان. زكريا بيبلغهم إنه عرف من مصادره إنه في إعلان دستوري هيتم إطلاقه، وهيكون في مواد هتعمل على إشعال الأجواء، زي إن القرارات الرئاسية هتكون نهائية وغير قابلة للطعن، وكمان إن رئيس الجمهورية هو اللي هيعين النائب العام. وبيأكد زكريا إن الوضع هيكون خطير جداً، لأنه بكده الرئيس هيكون الحاكم بأمر الله، ورد الفعل هيكون عنيف من الشعب. الملايين خرجت في ميدان التحرير ورفضت الإعلان الدستوري. وهنا بيتابع الفريق أول عبد الفتاح السيسي المشهد، وبيطلب مقابلة مرسي، وبيروح له الاتحادية علشان يقابله يوم 25 نوفمبر 2012، وقال له إن البلد رايحة للانقسام بعد الإعلان الدستوري المكمل. وأكد السيسي كمان إن الجيش مش هيسمح بالانقسام، خصوصاً إنه هتكون في حرب أهلية والبلد هتخرب ومش هيفضل فيها حاجة للإخوان ولا غيرهم. وبيأكد له كمان إن القوات المسلحة ضد حدوث فتنة وانقسام، وإن في عدم رضا في الشارع وفي الأحزاب وحتى جوه مؤسسة الرئاسة، والدليل الاستقالات الجماعية من مستشاريه. القوات المسلحة فندم ضد حدوث فتنة وانقسام، وبعدين عدم الرضا ده موجود في الشارع وفي الأحزاب والاتحادات، حتى داخل مؤسسة الرئاسة نفسها، بدليل إن مستشارين سيادتك قدموا استقالتهم. الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون شهدت محاولة تفجير دار القضاء العالي، اللي تم إحباطها بعد لما أمير كرارة، عمر ورجال المخابرات قدروا يوصلوا لمكان الدواعش اللي جم من الخارج لمصر، ورصدوهم من خلال كاميرات المراقبة في وسط القاهرة، وتأكدوا من مخطط استهداف دار القضاء العالي، وقدر الأمن المصري من إحباط مخطط التفجير والقبض على الداعشي. ياد كبرنا على الفرهدة دي، ياد تعالى. كمان شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بكاء ميسون هالة صدقي بعد حديثها عن اختفاء جوزها من سنة، وراحت لاسم الشرطة علشان يعرفوا هل وصلوا لأي معلومات، ولكن الضابط قال لها إنه مفيش أي معلومات جديدة. واستكملت فاتن تحضير مستلزمات المدرسة والأكل لبناتها، وكالعادة وصلتهم للمدرسة، لكنها لقت في عيون الأطفال والمدرسين نظرات غير جيدة بعد المشادات اللي حصلت مع طليقها سيف. أطلق، أتجوز، أنا حرة يا أخي مش كده؟ والنبي لا اتجوزي كده يا حلوه، وانا ولا اوريكي طرف العيال، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت عارفه ان الحضانه بتسقط على طول ولا ايه؟ ولا الكفته بتاعك ما قالكيش؟ ما قالكيش ها؟ في الحلقه الخامسه من مسلسل المشوار شفنا عوده ماهر لورد بعد ما افترقوا في اسكندريه وهربوا من رجال وجيه بيه. ورجعت ورد القاهرة وراحت لحديقة الحيوان وقابلت ماهر، وبدأت النيابة التحقيقات مع وجيه بيه، وبيستكملوا التحريات عن باقي القطع الأثرية المفقودة من المتحف، واللي النيابة لقت جزء منها ضمن المضبوطات. واحنا نروح فين؟ اسأل أبوك يا حبيبي. مش ورايا وانتوا ساكتين، مش عاوز أسمع صوت. أما عن مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان، فبدأت الحلقة الخامسة بالقبض على عامر اللي راح قسم الشرطة وكشف له الضابط عن سبب القبض عليه، وهو إن واحد من الناس اللي شغالين معاه في مشروعه عامر إكسبرس اتقبض عليه ومعاه مخدرات. وفي مشهد تاني مش زهرة اللي بتجسد شخصيتها النجمة لبلبة بتمر على الأستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية وهو بيشرح أبيات من الشعر اللي شافته في حلمها، وهو بيشرح نفس الدرس بطريقة عجيبة وشريرة. كمان مش زهرة قابلت صلاح عبد الله وسألته على عامر، وبيستمر محمد ثروت اللي بيقدم شخصية فايز مدرس الرياضيات في شرح المنهج بالأغاني والألحان، لكن بتلومه مس فدوى مدرسة الموسيقى وبتتهمه بإفساد أذواق الطلبة. المهم اللي اسمه عامر ده برضه متأخر؟ هو أصلي يعني أنا بقول لما يجي قول له ما يجيش بعد كده. وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل في بيتنا رابط 2 اللي بيقوم ببطولته هشام جمال وليلى أحمد زاهر أحداث ومواقف كوميدية، ودارت الحلقة عن الطفل الرضيع اللي خطفته زومبا ومحاولتهم إرجاعه لوالدته إيمان السيد. أنت يا عدبت الإجرام؟ أيوة
حرام عليكي، ربنا ينتقم منك، ده انا كنت هروح فيها. يا رب تموتي. مش بموت. الله، وكمان مستفزه، عملتي ايه في كوكي يا وليه اللي بتشعي اجرام؟ غنيت له وكرعته. يا اختي، ولما انت حنينه كده بتخطفي عيال الناس ليه؟ كيفي كده، كيفي هنا. بس يا اختي انت هتغني لي؟ كمان بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل مكتوب عليا بظهور جملة غريبة على إيد جلجل بيحاول تفسيرها لكنه ما بيعرفش معناها، فراح طابور المدرسة اللي بيشتغل فيها وقرى الجملة قدام الطلبة في الإذاعة المدرسية وطلب منهم يفسروا الجملة، وده اللي خلى المدير يتضايق وراح طلب من جلجل ياخد أجازة وطردوا من الطابور. يلا يا أولاد، يلا فكروا، فكروا معايا معنى البيت ده إيه؟ ما أكيد أصلاً أكيد ليها معنى. اللي هيعرف معنى البيت ده ليه عندي يومية فسحة زيادة لمدة 5 سنين. بعدها راح جلجل لصاحبه سيد في محل الفطير اللي بيشتغل فيه وحاول تفسير الجملة المكتوبة على إيده عشان يكتشف إن الحل في تقطيع الجملة وفصلها علشان يعرفوا معناها، لحد ما بيكتشف إن سلمى اللي هي هنادي مهنة هتفسخ خطوبتها من زميلها في البنك وهيرجع له الأمل من جديد. كمان الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير قوي 6 شهدت أحداث كوميدية، بدأت بتقديم مربوحة عرض أزياء للكبير قوي أحمد مكي بعد فرحهم، وظهرت بشكل كوميدي ولبست شجرة ونمر وفرع نور. وفي ليلة الصباحية وضع الكبير قوي قواعد الدوار لمربوحة وبلغها كمان إنه عاوز كل يوم 6 وجبات وحذرها من أولاده علشان ما يعملوش فيها مقالب. قولي لي يا مربوحة، شايفة نفسك فين كمان 5 سنين من دلوقتي؟ على حسب يعني، لو بعد 5 سنين الصبح هبقى في الغيط بعزق الأرض، لو بعد 5 سنين الظهر هبقى في المطبخ بنضف فروج وبسيح لي، أما لو بالليل عاد هبقى ما خلاص عادي ولي خلاص. أما الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري للنجمة هاني سلامة فبدأت بضرب النار على مريم الملكي من خلال واحد من رجالة يوسف الملكي، لكن المستشار يحيى كان معاها في نفس المكان بالصدفة. وفي مشهد تاني بيتوسل يوسف الملكي لهارون الملكي إنه يرجع له بنته جودي، فوعده إن جودي هتكون موجودة في بيته بعد ساعة. لكن لو عملت كده تاني هيكون آخر يوم في عمرك، واتمنى إن يكون موت شريف علمك حاجة. ساعة وهتكون جوري في البيت. سلام يا أخو.